حلقة جديدة من حديث اليوم خصصناها لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تزامن بالأمس، فما يقارب من 8 سنوات من عمر الأزمة السورية والمرأة السورية تعاني وتقاوم بكل ما لديها لتربية أطفالها وتحمل نفقاتهم بعد أن أخذت الحرب منها زوجها الذي ارتقى في هذه الحرب أو اختطف أو أعيد إليها مصابا غير قادر على العمل. وقد حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته في حزيران عام 2014 أن عشرات الآلاف من نساء سوريا وقعنا في دائرة المشقة والعزلة والقلق في سوريا ليكافحنا من أجل البقاء في ظل حرب قاتلة. نظمت العديد من المسيرات في مدن شمال وشمال شرق سوريا، وخلال المسيرات صدحت الحناجر بالشعارات التي تنادي بحرية المرأة. بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت العديد من المسيرات في مدن شمالي وشمالي شرقي سوريا، وخلال المسيرات صدحت الحناجر بالشعارات التي تنادي بحرية المرأة. ففي مدينة القامشلي تعالت أصوات الآلاف من النساء في مسيرة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ومن الملفت للنظر المشاركة الكبيرة من قبل الأهالي في المسيرة، حيث رفعت شعارات عديدة منها حرية المرأة بالثورة، والعنف ضد المرأة جريمة، أوقفوه الآن، وتزويج القاصرات جريمة. وفي هذا الإطار ألقيت العديد من الكلمات، ومنها كلمة الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة يوسف، قائلة في حديث مع وكالة هوار: في جميع أرجاء العالم تقتل وتغتصب وتهان العديد من النساء، رغم أن جميع القوانين الدولية تثبت بأن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان. فوزة يوسف أضافت: نحن في شمالي سوريا نعيش ثورة تقودها المرأة بعزيمة ونضال كبير، كون نساء شمالي سوريا واجهن العنف وقاومن الذهنية الذكورية المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي. وأطلق المنظمون على الفعالية تسمية أيتها النساء انتفضن من أجل عفرين، المدينة التي احتلتها تركيا في أذار مارس 2018، وحملت المتظاهرات صورا لمقاتلات من وحدات حماية المرأة التابعة لوحدات حماية الشعب ممن ارتقين في عفرين أو في معارك مع تنظيم داعش الإرهابي، كما رفعت لافتة كتب عليها: بإرادة المرأة الحرة سنحطم الاحتلال. وفي ظاهرة حديثة من نوعها، لأول مرة نساء الرقة يستذكرن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظمت إدارة المرأة في الرقة سلسلة فعاليات تضمنت إلقاء العديد من الكلمات وأمسية شعرية وعرضا مسرحيا وفيلما وثائقيا، وعرضت العديد من اللافتات. الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني مشلب الدرويش هنأ جميع النساء بهذا اليوم، وأشار إلى أن المرأة التي خلقت الحياة شاركت في بناء الحضارة بجميع أشكالها وأطيافها، وأثبتت أنها قادرة على اتخاذ مكانتها في كافة المجالات، حتى تلك التي كان الرجل يحتكرها لنفسه كالعمل العسكري والسياسي وإدارة المجتمع. يذكر أن المرأة تشارك الرجل ضمن رئاسة مشتركة في قيادة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في شمالي وشمالي شرقي سوريا. وللنقاش حول حلقة اليوم معنا من دمشق شفاء صوان، باحثة اجتماعية، وأيضا من سويسرا أمل نصر، سياسية سورية معارضة. وهنا في الاستديو معنا السيدة فوزة يوسف، الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا وعضوة في منسقية مؤتمر ستار. أضيف الأكارم، مرحبا بكم. وقبل أن نبدأ النقاش أرجو منكم أن تسمحوا لي كرجل أن أناقش موضوع المرأة وقضايا المرأة. لو بدأنا في النقاش من عندك بداية سيدة فوزة، كانت لدينا صور لجميع الألوان في مسيرات المرأة التي خرجت في الشمال السوري. طبعا موضوع المطالبة بحقوق المرأة هذا الموضوع قديم في الشارع في الشمال السوري، ولكن السؤال يعني ما هي أبرز الجوانب والاختلافات التي لمستموها بعد 6 سنوات من تجربة الإدارة الذاتية في هذا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؟ طبعا يمكننا القول بأنه في شمال سوريا كان هناك نضال يعني سابقا في قبل أحداث 2011، ولكن مع الأحداث تبلورت هذه الفعاليات بشكل أكثر و توسعت بشكل أكثر نتيجة انفتاح الذي حصل بعد
بعض الأحداث. الشيء الذي كان مختلف في هذه السنة هو أنه كان هناك مشاركة واسعة جدا ومن كل الأطياف في المظاهرات والاحتجاجات. وأيضا باعتقادي من أكثر الأمور اختلافا هو مشاركة الرجال أيضا في هذه المسيرات. وطبعا كان هناك مناطق تحررت جديدا من داعش. أيضا في تلك المناطق تم يعني تنظيم مسيرات ومظاهرات، وهذا أيضا كان اختلاف. في المناطق التي تحررت جديدا من داعش كيف حال المرأة؟ هو يعني طبعا هذه المناطق بالنسبة للمناطق الأخرى التي تحررت سابقا كان هناك ظلم كبير من قبل داعش، وأيضا يعني تحجب من جميع المجالات بالنسبة لحقوق المرأة، خاصة في الرقة في الطبقة، وأيضا الآن في دير الزور نرى بأنه أثار ذهنية داعش الرجولية أثرت بشكل سلبي جدا على المرأة، سواء بالنسبة لزواج القاصرات، تعدد الزوجات، العنف المنزلي، أيضا حتى تجريم النساء ورجم النساء في تلك المناطق. فكان هناك عنف ممنهج من قبل داعش. فمن بهذا الخصوص يمكننا القول بأن هذه المناطق أيضا تأثرت من التطورات التي كانت حصلت في المدن الأخرى، والتي يمكن أن نقول بأنه لمدة يعني لعدة سنوات كان هناك يعني نشاطات نسوية، نشاطات للمنظمات الاجتماعية بخصوص حرية المرأة والتوعية. إلا أن استجابة هذه المناطق لهذه الرؤية، الرؤية المتحررة بالفعل، هذا أمر إيجابي جدا. ورأينا بأنه خاصة في الرقة، في دير الزور، في الطبقة، في منبج، كان هناك استجابة شعبية بالتنديد بمسألة العنف، وأيضا المشاركة في المظاهرات. فأرى بأنه يمكننا كمنظمات نسائية أو قوى اجتماعية أن نرسخ هذه الحالة ونخرجها من نضال يوم أو من مظاهرات يوم واحد إلى أن يتم تحويل كل أيام السنة إلى أيام نضال وإلى أيام مسيرات ضد أي عنف يتعرض له النساء أو أي عنف اجتماعي يتم تطبيقه. فهذا يمكن أن أقوله بشكل مختصر، خاصة التنوع الذي كان موجود. كان هناك نساء عربيات، كرديات، سريانيات، تركمانيات في هذه المظاهرات. فتم الإثبات مرة أخرى بأن قضية المرأة هي ليست قضية قومية أو ليست قضية طبقية، إنها قضية كل النساء، وهي قضية كونية، قضية إقليمية. وفي شمال شرق سوريا تم إثبات هذه الحقيقة بشكل واضح. نعم. الآن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفتي من سويسرا، الأستاذة أمل نصر. مساء الخير أستاذة أمل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين نساء ورجال. شكرا لك. في البداية أستاذة أمل، هناك إشادة كثيرة بتجربة المرأة في شمال وشمال شرق سوريا من ناحية مشاركتها بالقرار السياسي والعسكري، وأيضا من خلال مكافحة الإرهاب. كل هذه التجارب التي نسمعها ونقرأها، هل يمكن القول من خلالها اليوم المرأة باتت قادرة في هذه المنطقة على نقل ونشر هذه التجربة؟ شكرا لاستضافتك لي. هذا اليوم بالنسبة لنا يوم خاص لنتحدث به عن هذا الواقع الأليم للنساء السوريات، الذي ظهر اليوم عنف الحرب هو الأكثر على المرأة. يعني نحن تاريخيا بسوريا في عنف، لكن لم يظهر الآن بشكله الصحيح، لأن الحرب عنفها كان على كل الأطراف. نعم، التجربة الرائدة لشمال سوريا بالإدارة الذاتية بطريقة انتخاب 40% من النساء في القرار السياسي مع 40% رجال و20% للأكفة، أثبت أن النساء قادرات وجديرات على هذا التواجد وعلى هذا الفعل السياسي. أثبتت أيضا جدارتها عندما انخرطت
في مؤسسة منظمة لمكافحة داعش كمرأة مناضلة في الموقع السياسي وفي الموقع العسكري أيضا بشكل منظم في محاربة الراديكالية التي اجتاحت سوريا. لكن إذا قلنا الآن هل هذه التجربة هي منقذ سوريا أو لا، كيف ستكون هذه التجربة جزء من تجارب نجمعها لننقذ وضع النساء السوريات المعنفات من الحرب والمعنفات سابقا مجتمعيا؟ يعني الآن طغت مشاكل النساء بوضع الحرب عن أن تصل إلى ما تريد فعلا وما كانت تناضل من أجله سابقا لكي تصل له. لا أعرف هل يصل صوتي؟ تفضلي. نعم. ألو. نعم. تاريخيا النساء السوريات في شمال سوريا هم نساء مناضلات بحكم الوضع الخاص الذي كان لعلاقة الأكراد في مع النظام، للعلاقة الغير ديمقراطية، للعلاقة التي كانت مع كل السوريات ليس فقط مع الكرديات، لكن الظرف الخاص للأكراد في شمال سوريا كان هناك له خاصية. النساء السياسيات إذا قلنا في سوريا التي كانوا يبنون نضالا مشتركا إن كانوا عربيات أم كرديات، كان نضالهم شائكا جدا في السابق، لأن النضال كان مرتبط أن تصل إلى موقع القرار السياسي بارتباطك مثل الرجل بالموقع الأمني لتكون في مصاف القرار السياسي إن كان برلمان أو إن كان مجالس محلية أو. لكن الآن أن تستطيع الإدارة الذاتية في المناطق المتواجدة بها أن تصنع دورا للمرأة بمشاركة كفوءة لها ولتواجدها بالقرار السياسي، هذا يعطينا دفعا كبيرا لكي نقول كيف نستطيع أن نعمم هذه التجربة على سوريا، على أراضي سوريا، لكن هذا يحتاج أعمال أخرى. هذه الجزئية سنستفسر عنها أكثر من الأستاذة شفاء صوان. مساء الخير أستاذة شفاء. يا مساء النور والخير والسلام واللعنف يعني. شكرا لكم. لسوريا ولكل السوريين وللنساء السوريات بشكل خاص يعني. إن شاء الله. أستاذة شفاء، السؤال في الأجزاء الأخرى من سوريا كان هناك محاولات لتقليد تجربة المرأة في شمال وشمال شرق سوريا سواء من قبل النظام أو حتى من قبل الفصائل المسلحة، وهنا السؤال هل كانت لهذه التجربة صدى في الجزء الآخر من سوريا؟ طبعا كتير شيء إيجابي دائما بينتقل ولو كان بشكل قليل ولو كان محاولة تغييبه، لكن مشاركة المرأة الحقيقية داخل الإدارة الذاتية وفاعليتها ومحاولة أنها هي تحصل على حقوقها مع وجود صلاحيات لأنها هي تأخذ حقوقها، تعليم المرأة وتوعيتها بمدى دورها وإيجابيتها بالمجتمع أديه حدا مؤثر، أديه هي فاعلة بأنها ما تعرض نفسها للعنف، لا تكون لا جلاد ولا ضحية. دائما هي التجربة بتنتقل بالسمع مثلا، الأشياء اللي بتصير بهذا المكان هي اللي بتأثر على فيما بعد على طريقة نظرة الأشخاص الآخرين للتجربة نفسها، فكل ما كانت هي التجربة إيجابية وبتحمل أثر أكثر وبيجوا ناس بيتأثروا فيها أكثر أو نساء بيتأثروا أكثر بيقولوا هي تجربة للسوريين للسوريات التي يعيشون على أرض يعني على خارج المنطقة الإدارة الذاتية اللي تفعل فيها دور المرأة، فهن حينقلوا التجربة بطريقة إيجابية لأنه شافوا بعينهم قدي المرأة حتى اللي غير متعلمة عم تحاول تتعلم لتوصل لمراكز هي تصنع قرار لها وتكون فاعلة وتكون لها دور كبير بالمجتمع يعني، فبيبدأ الوعي بذات بالمرأة بالوعي الاجتماعي، إذا كانت النخبة تعمل على هذا الشيء فهذا كتير له أثر كتير كبير. والصدى اللي هو أنا كمان بهني الإدارة الذاتية بقرية المرأة اللي هلأ افتتحوها يمكن البارحة، فكان أنا شاركت على صفحتي وكتبت إنه أنا راح أترك وروح لهنيك، فراح أروح على قرية المرأة بكل شيء خاطركم، فدائما فصار في
محاولات كثير، فنوع من الـ من الـ من الـ يعني هي لفته، فمجرد لفته حدا يقرا عنها في قريه للمراه، صحيح هو في ناس ما موافقين عليها تماما لانه هي يعني صاروا في ناس عندهم هيك قال ليش ما في رجال يفوتوا عليها، ليش ما كذا، بس هي فكره كثير حلوه وفكره كثير ايجابيه، وهي كلها قريه ويمكن يحق للمراه ممكن تساوي اشتغالات وانجازات مع صديقاتها النساء يعني، وكمان يكون في كمان شراكه للاطفال وهي تجربه حلوه نعيش تجارب جديده ما تعودنا عليها قبل او ما شفناها قبل، او يمكن هي ثالث تجربه قريه مرأة بالعالم، وهذا كثير شيء ايجابي ويعني يخلينا فخورين كنساء سوريا تكون هي القصه موجوده بارض سوريا يعني. طب الضيوف الكرام والسادة المشاهدين، سنستتبع في تفاصيل هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.